السلام عليكم اخواني الاعزاء في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في استكمال الجزء الثاني من الالتحام الجزيئي او دراسه المولكيولار دوكينج. كنا في الجزء الاول وقفنا عند تحضير البروتين، هو يكون فري فروم سولفنتس او هيت اتوم، وكمان شلنا الريفرنس ليجند لان الاوتو دوج بيحتاج البروتين فري فروم اني اتومز، حتى الريفرنس ليجند ما بيعتدش بيه، يعني هو بيقف البروسيس بتقف لو في سبيشيز بالنسبه له غريب غير السبيشيز اللي احنا منزلينه او اللي احنا هندخلوه بمواصفات معينه. تمام، هنا بالنسبه لنا التشين او البروتين بالنسبه لنا هو امينو اسيدز بس، ما فيهوش اي اتوم غريبه بالنسبه للبرنامج. لكن في نقطه معينه هنا لازم نوضحها علشان البرنامج ما يوقفش مننا. في الاوتودوك سوفت وير لا يلزم دخول تو سبيشيز. يعني ايه؟ يعني انا عندي البروتين هنا تو سبيشيز، في عندي A و B تو شينز، فهو البرنامج في برامج تانية بتقبل لكن برنامج الاوتودوك ما بيقبلش التو شينز، لازم شين واحده بس تعمل اوتودوك مع الليجند اللي انا مختاره. ففي الحالة دي هنشيل واحدة ونشتغل على ايه بس. الكلام ده يا جماعة ما بينطبقش على البروتين بس، ده بينطبق على باقي الليجنز او الموليكولز اللي انا بدخلها بعد كده. احنا بندخل ليجند بعد كده، الليجند ده لازم يكون one species. يعني ايه؟ فينا في بعض الباحثين شغالين charge transfer بروتون او electron transfer ما بينهم، بس هي العلاقة ما بينهم او الارتباط ما بينهم هو بس charge transfer، ما فيش اي chemical bond او اي covalent bond مشتركة معاهم في الارتباط. ففي الحالة دي بيعتبر برنامج two species اللي هو charge transfer complex ده two species بالنسبة له، او two ligands بمعنى صح، هو عايز one species. فاحنا منزلين عندنا ligands من الجزء الاول ومعانا دلوقتي البروتين A chain A، فهنبدأ نشتغل عليه دوكينج. نسيب ده، سيبه بي دي بي. احنا كنا مسيبين المرة اللي فاتت او الجزء اللي الاول كنا مسيبين البروتين تو سلسلتين من تو تشينز من البروتين، فاحنا دلوقتي هنبدل بس ببروتين، يبقى هو ده خلاص، يبقى هو كده بالنسبة لنا تشين واحد خلاص، احنا مش محتاجين ده في حاجة. فتحنا الاوتو دو، نقرأ المولكيول بتاعنا او البروتين بتاعنا بي دي بي بروتين، ده بالنسبة لنا البروتين اللي احنا لسه عاملين له سيف دلوقتي او حافظينه دلوقتي. هناخد هيدروجين اد من الهيدروجين البولر اونلي، هيدخل لي الهيدروجين البولر هيدروجين، بعد كده الشارج، بعد كده الخطوة اللي بعدها في التشارج بيحسب جاس تشارج. دي اهم خطوات بيتم برضو تحضيرها قبل عملية الدوكينج. كده وصلنا لمرحلة تحضيره وجهزناه، نبدأ ندخل الليجن. طيب الحالة دي بقى خليك معايا كده، هنا عايز الملف في بي دي بي كيو تي، ملف هنا بي دي بي كيو تي. ففي الحالة دي انا ما عنديش بي دي بي كيو تي موجودة عندي في الفولدر اللي انا محضره. انا مجهزة فولدر في اربع، فيها اربع ملفات. الملف الخامس بتاعي بي دي بي كيو تي اجيبه منين؟ في برنامج conversion بيحول ال extension من بي دي بي ل بي دي بي كيو تي، اكيد معظمنا شغالين بيه اللي هو اوبن بابل. هنبدأ نفتح اوبن بابل، عندك في left side هو ال input، هندخل اللي جنب بتاعنا بي دي بي. هنا في الرايت الاول هنعمل ايه؟ هنا في الرايت هنبدا نعمل سيف للليجن بتاعنا دوت بي دي بي كيو تي. في نفس الفولدر يا جماعه اللي بنشغلين عليه دوكينج، نفس الفولدر هيعمل لي كونفرت. تمام، نروح على الفولدر بتاعنا. من غير ما نروح على الفولدر هنفتح بقى من هنا، المفروض نفتح من هنا نلاقي الملف بتاعنا input open، ده الملف بتاعنا جاهز.
ندور عليه كده، مش شايفينه. طب ممكن نعمل سيلكت عليه هايلايتد كده نشوفه. هو مش موجود هنا، ممكن نلاقيه في مكان خارج البروتين. طيب بالنسبة لي انا هو مش واضح كده، هعمل ايه؟ هنا في بعض الاوبشنز اللي تخليه يبقى ليه ستايل تاني مختلف. ده الواير، ده اللاين او الواير، الواير ده زي البروتين كده، ده الواير او اللاين. لكن انا عايزة ممكن عشان ممكن هو مش واضح علشان هو لاين، فابدأ اديله ستايل مختلف اهو. ده اللي جنب بتاعي. ده اللي جنب بتاعي اللي احنا منزلينه من الجزء الاول، وهنعمل دوكينج ونشوف الريزلت بالنسبة لنا طلع شكلها ايه. طيب ايه المرحلة اللي بعد كده؟ هنبدأ هنا، دخلنا الليجند هنعمل جريد. انا مش محتاجة ان انا اوضحه، يعني مش محتاج هو في الليجند في مكانه البوزيشن بتاعه، انا مش محتاجة البوزيشن بتاعه في حاجة دلوقتي. انا محتاجة ان انا اعمل له دوكينج في بوزيشن هختاره. زي ما قلت قبل كده احنا هنعمل دوكينج في كذا مكان ونقارن. هنعمل دوكينج هنا، وهنعمل دوكينج في مكان مختلف، ودوكينج في اي مكان تاني او تالت. الموضوع ده اسمه بلايند دوكينج جماعة. بلايند دوكينج يعني الدوكينج الأعمى زي ما بيقولوا. احنا بنعمل في أي مكان دوكينج، تمام، بس مش هيبقى في مكان واحد ونقول خلاص احنا عملنا دوكينج في مكان واحد. مش هيدينا أي وظيفة أو أي هدف، لازم تقارن، يبقى تكون في أكتر من مكان. في الحالة دي يبقى حاجة بالنسبة لنا أقوى شوية في موضوع التفسيرات بتاعتنا أو الديسكشن في الجزء ده. يبقى احنا عندنا هنعمل بارت معين دوكينج، بارت تاني دوكينج، والبارت التالت دوكينج، ونطلع الداتا بتاعت كل سايت ونشوف مين اقوى من التاني في عملية الانتراكشن. دي نقطة. وفي نقاط تانية كتير ممكن حضراتكم تستكشفوها بعد ممارسة كويسة او التطبيق كويس اوي للدوكينج. هنعمل هنا ايه؟ هنبدأ بقى ناخده الماكرو موليكول، هو موجود اهو، فهنو بس تشوز ليه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح على جريد ماكرو مولكيول شوز بروتين سيلكت. هيسيب لي الفايل بتاعي على شكل بي دي بي كيو تي. ده حاجة اوتوماتيك مش هعمل فيها تحويلات. ابدأ بعد كده اختار ليجند. اخترنا الليجند خلاص، نبدأ نعمل جريد بوكس. طيب تاني علشان الناس اللي هتسأل او هتسألنا بعد كده، انا اخترت الاكتف سايتس على اساس ايه؟ احنا ما اخترناش اكتف سايتس على اساس احنا عملنا بلايند دوكينج وحددنا مواقع معينة نعمل من خلالها دوكينج، وبعد كده نشوف الريزولت ايه ونقارن. الباحثين اللي عاوزين يشتغلوا على مواقع معينة اكتف سايتس بناخدوا الاكتف سايتس زي ما قلنا قبل كده من الريفرنس نفسه. فريفرنس في حاجه ريفرنس موجوده، فبناخد الاكتف سايز بتاعته على اساس ان هي دي البوتنت اكتف سايز اللي هي تم استخلاص البروتين من خلالها، لان الليجند ده او ريفرنس ده عمل انهيبيشن للسايز دي، فبالتالي هي هو ده البوتنت سايز بتاعنا. فانا هنا في الحاله دي هبدا اعمل ايه؟ ممكن امشي شويه كده اكس اكسس، والواي اكسس ممكن الزد. نخلي الموضوع عندنا كده ايه، ممكن تقسم البروتين بتاعك هنا لكذا موقع.
تقسيم البروتين لكذا موقع دي حاجة كويسة. طب احنا ممكن ناخده هنا الأول، خدنا موقع كده على الطرف، تمام. نخلي الدايمنشنز فوق واحدة، 40 × 40 × 40 لكله. احنا لازم نخلي دايمنشنز واحدة علشان لما نيجي نقارن بدايمنشنز ثابتة، ستاندرد دايمنشنز 40 × 40 × 40 كده، تمام. طيب بعد ما اخترت الدايمنشن سايز بتاعتي والبوزيشن بتاعي، فابدا من عند الفايل هنا اقول كلوز سيفنج كارنت. لو ما عملتش الخطوه دي فكل الدايمنشنز دي مش هتبقى موجوده، مش هتتحفظ، وبالتالي هو هيعمل دوكينج في مكان ديفولت بالنسبه له. بالنسبه للسوفت وير هتعمل دوكينج في مكان ديفولت، تمام. ففي الحاله دي لازم اسيب كل الدايمنشنز اللي انا بدات انشئها، close saving current. نكمل خطوات الجريد، output save gbf، الجريد بارامتر فايل، نقول بروتين دوت gbf في نفس الفولدر اللي هو autodoc اللي هو الورك سبيس بتاع البرنامج، save. نيجي هنا عند run ونقول auto grade. في الحالة دي بختار الاوتو جريد عندي، وبعد كده بختار الفايل اللي انشأته دلوقتي حالا اللي هو الجريد بارامتر فايل، ونقول لانش. هياخد فترة، السكرين اللي ظهر دي هتاخد فترة من الوقت، ممكن تاخد بعض الوقت دقيقة ولا حاجة وتختفي على حسب السايز والتايب الخاصة بال، تمام كده اختفت السكرينة. نبدأ بعد ما عملنا جريد وران، نبدأ نعمل دوكينج. بنقول ماكرو موليكول سيت ريجيد فايل نيم، فبنختار البروتين بي دي بي كيو تي، ونبدأ نكمل الليجند بتاعنا اللي هو اسمه ليجند، سيلكت ليجند، اكسبت. السيرش بارامترز جيناتيك الجوريزم ده اللي شغال بيه البرنامج، لوغاريتمات جينيه ليها ديفولت او سيتنج معينه. هنا نمبر اوف جيناتيك الجوريزم ران ممكن نخليها 50، من 10 لـ50 ران. ده نمبر اوف كونفورمرز اللي هتنتج، كل ما زاد عدد الكونفورمرز كل ما كان في الفلكسبيليتي ان انا اختار البيست دكت ستراكشر، او هيكون البايندينج انرجي فيها فرايتي في الاختيار، ونختار اللوست بايندينج انرجي زي ما هنشوف بعد كده. مش هنغير في اي حاجه تانية، خلاص تمام، كله زي ما موجود الديفولت بتاعنا، ونقول اكسبت. نيجي على الدوكينج، نقول في دوكينج بارامترز اكسبت. بعد كده هنعمل سيف للبروتين بتاعنا في دوكينج بارامتر فايل جيناتيك الجوريزم، دوكينج بارامتر فايل بروتين دوت جي بي اف سيف. كده خلصنا السيتنج بتاعت الخاصه بالدوكينج، وانشانا فايل اسمه دوكينج بارامتر فايل. الفايل ده بيتم استخدامه في عملية الدوكينج run autodoc. نختار autodoc for اللي هو الابليكيشن بتاعنا، و browse لل dbf launch. الخطوة دي هتاخد حوالي ساعة علشان السكرينة دي اللي واضحة قدامنا علشان تختفي، هتاخد حوالي ساعة، من ساعة لربع لساعة على حسب السايز وتايب للليجند المستخدم، وايضا الامينو اسيدز الموجوده عددها طبعا. ان شاء الله ارجع لكم تاني بعد ما تختفي السكرينه دي ونكمل باقي الاناليسيس. السكرين اختفت، فهو كده خلص ران.
نبدأ المرحلة الأخيرة وهي الأناليزز. هنبدأ نعمل أنالايز للران بتاعتنا، نشوف الانتراكشن ومواقع الاكتيف سايتس اللي تربط معاها الليجن. هنيجي على أنالايز ونقول دوكينج، نفتح ال دي ال جي، هو عشان مفتوح قبل كده فهيديني رقم تاني للليجن. المولكيول اوبن. طيب كده بالنسبة لي الاناليزز تمت الحمد لله. لو ما تمتش الاناليزز هيديني ايرور، في رسالة هتطلع وتقول لي ان في ايرور في الران. في الحالة دي ببدأ اروح على confirmations واقول بلاي، في بلاي وفي بلاي رانكد باي انرجي. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ بلاي هيديني الخمسين كونفورمر ويز راندوم ارانجد انرجي، يعني الانرجي بتاعتهم مش مترتبه، فهيلزمنا ان احنا نبص على الخمسين كونفورمر بالداتا بتاعتهم ونطلع الموست ستيبل او الموست فاتد كونفورمر، وده هياخد مننا وقت ومجهود. من الخمسين كونفورمر بناخد البيانات بتاعتهم الخاصة بالطاقة ونبدأ نحدد مين أقل في طاقة الربط ونحدده فين هو بالظبط ومكان تواجده والأكتف سايت بتاعته. لو عايزين الموضوع يبقى أسهل والمجهود أقل فبنعمل إيه؟ play ranked by energy. ففي الحالة دي طاقة الربط بتاعت كل كونفورمر هتكون ماشية من الصغير للكبير. في الحالة دي فهو أول واحد أول كونفورمر هيبقى more suitable أو more stable conformer أو fixed conformer في السايد ده. هختار play ranked by energy. حضراتكم كده لاحظوا معايا، هعمل run للأناليزس. كده دول الخمسين conformer بتوعنا. تاني تاني يا جماعة، كده الخمسين كونفورمر بتوعنا، كل كونفورمر ليه شكل معين وليه اكتف سايت طبعا معين باختلاف الانتراكشنز. طيب احنا عايزين اول واحد فانا هارجع لاول واحد علشان اقل طاقة هتبقى موجودة مع اول كونفورمر. نرجع طيب ده اقل طاقة، هو مش يعني هو مش واضح بالنسبة لنا فاحنا هنقدر نوضحه من هنا. ده اقل طاقة ممكن يكون هو يعني ده كلها prediction كلها احتمالات يكون اكتر واحد سويتابل او اكتر هيكون اكتر واحد بالنسبة لنا stable في المكان او في السايت بتاعه في الاكتف سايت. ونمبر اوف نون كوفالنت رياكشنز طبعا هتبقى مور سترونج عن باقي الكونفورمرز. هي هتبقى السترينث بتاعه الانتراكشن مش هتبقى بكميه كبيره قوي، يعني هيبقى الفرق بسيط ما بينه وما بين الكونفورمر اللي بعده. طب ما بينه وما بين كونفورمر 50 مثلا فهتلاقي الديفرنس كبير، الفرق كبير او الفرق واضح، لكن بينه وبين الكونفورمر اللي بعده هتلاقي الفرق بسيط. هنعرف نجيب البايندينج انرجي منين؟ من الايقونه دي show information. في عندك هنا البايندينج انرجي بيساوي سالب 5.8%، سالب 5.8%. طب اللي بعده ايه؟ لو جينا على اللي بعده سالب 4.74%، وهكذا بتبدأ الطاقة او البايندينج انرجي بتتغير باختلاف الكونفورمر مع طبعا باقي البارامترز اللي عندي اللي هي الليجند افشنسي والانهيبيشن كونستنت والانتر موليكولار انرجي والالكتروستاتيك انرجي، كلها بارامترز يعني مهمه بالنسبه لعمليه الدوكينج، بس اهمهم هي البايندينج انرجي. نقدر نعرف ايه هي الامينو اسيدز اللي مرتبطه ونوعها ايه. نبدا نيجي هنا عند رايت كارنت. يعني ايه رايت كارنت؟ يعني انا بنشئ ملف خاص بالبايندينج سايتس اللي موجوده قدامي بس،
طيب رايت اول يعني هيديني كل الكونفورمرز اللي موجودة من 1 لـ50، هيسيف الكلام ده، هيعمل سيف لـ50 كونفورمر في الاوتودوج فولدر. فهنا انا عايزه، بس مش عايزه كله، انا عايزه البيست بس اللي هو اول واحد. فهعمل رايت كرنت اسمه بيست كونفورمر، هو بيسيفولي يا جماعه بي دي بي كيو تي، تمام؟ فمش بي دي بي بس، بي دي بي كيو تي، ما بيسيفش بحاجه تانية. فممكن استوديو ديسكفر يفتحه ويعمل اناليسيس للانتر اكشنز اللي موجوده، تمام؟ سيف هنا. فانا مش محتاجه ده في حاجه، انا بس باخد البارامترز منه. ممكن ده يتاخد كسكرين شوت عادي او سيف لي. بس الديسكفري ستوديو فيجواليزيشن بتاعه احسن، والريزولوشن في الفيجر بتاعه احسن. هو مفتوح حاليا عندي، هبدا ادخل البيست كونفورمر. هو بنعمل دراج اند دروب للبيست كونفورمر بس في الحاله دي. فين البيست كونفورمر؟ هنا معايا. نفتح بس منيو جديده، نفتح بس سكرين جديده، ونبدا نعمل دراج اند دروب للبيست كونفورمر بتاعي اهو. ده البيست كونفورمر بتاعنا. طيب ما ده من غير بروتين، البروتين بتاعه اهو. احنا كنا عاملين جريد بوكس في الطرف هنا، بعد كده حضراتكم ممكن هتعملوا جريد بوكس في النص، وبعد كده في الطرف التاني، ونبدأ نقارن ما بين التلاتة سايز. طيب احنا نعرف نطلع الانتر اكشن ازاي من سكريبتس ليجن انتر اكشنز. هو اوريدي انتر اكتد، بس احنا مش شايفين الامينو اسيدز، عايزين نشوفها. فليجن انتر اكشن شو ليجن بايندينج سايز. فالبيست كونفورمر هنا انتراكتد مع كام امينو اسيد، هنعرف نشوف كده من خلال الليبل. اتنين اربعة ستة يا جماعة، هنا اتنين اربعة ستة، ستة امينو اسيد. ففي الحالة دي هو مرتبط بستة. طب ايه انواع الانتراكشن؟ حضراتكم عايزين تغيروا السيتنج او الستايل بتاع المولكيول او الليجند من هنا، عايزين نشيل البروتين ده، الريبون ده، هنقول اوف، تمام كده. عايزين نغير الستايل بتاع الامينو اسيد برضو من رايت كليك ديسبلاي ستايل، عايزين نغير الكالر بتاع الباك جراوند يبقى ابيض. بس هنا في الحاله دي الليبلز مش هتبان، فهنخليها زي ما هي اسود. لو حضراتكم عايزين تغيروا الستايل بتاع الباك جراوند، غيروا اللون بتاع الكالر بتاع الليبلز نفسها. كده تمام. انا عايزه ال2 دي انتر اكشن، يعني ايه؟ هنشوف مع بعض كده السكرينه دي فيها ايه. فيها المولكيول بتاعنا الليجند، وفيها السيل اللي هو الامينو اسيد انتر اكتد مع الليجند. هنيجي من تول عايز ديفاين ريسبتور. الريسبتور بتاعنا هو التارجت بتاعنا السيل، فهنقول السيل، هنعمل سيلكت على سيل، ونيجي عند ديفاين ريسبتور ونقول ده البروتين بتاعنا. طيب المولكيول هو ده الليجند بتاعنا، ديفاين للليجند. نبدا بقى، عرفنا الريسبتور وعرفنا الليجند. في الحاله دي نروح على 2D دايجرام، هيدينا الدايجرام بتاعنا الشكل المبسط ده. في number of interactions اللي هي فاندرفيلز يا جماعة، اللي هي مفيهاش داش بون. الداش بون بس بتبقى للهيدروجين بوندينج، للباي الكايل. في حاجات تانية اللي هي باي سيجما ستاكينج او باي باي ستاكينج، او في كذا نوع من الانتراكشنز. بس الفاندرفيلز علشان هي ما بين النون بولر بارتس بتاعة المولكيول،
هي weak electrostatic interaction، فهي ما بتعتبرش non-covalent bond قوية. يعني لما نيجي نقارنها بحاجة زي ال conventional hydrogen bond هتبقى ال hydrogen bond أكيد أقوى more strong. ففي عدد هنا من ال conventional hydrogen bond قوي بيثبت المركب، بيثبت الليجند. تلاتة hydrogen bonding هنا ما بين الهيدروجين بتاعت 1 هيترو اتوم، واكيد في هنا اذر هيترو اتوم عامله هيدروجين بوندينج، وكذلك بالنسبه لدي. وبالنسبه لده نوع تاني من الهيدروجين بوند اسمه باي دونر هيدروجين بوند. باي دونر يعني جاي من الاروماتيك رينج الموجوده هنا في باي الكترونز. الباي الكترونز عامله بوند مع الهيدروجين الموجود هنا مع الجلايسين، فده نوع من انواع الباي دونر هيدروجين بوند. في باي الكايل مع الباي، الباي بتاعت الاروماتيك رينج مع الالكايل زي CH3 هنا. قلنا دي اقل في القوة، اقل في السترينس اللي هي الفاندربالز. فاحنا كده تعرفنا على الانتراكشنز اللي موجودة هنا. احنا نعمل كمان دوكينج مرة كمان في سايت تاني، ونبدأ نقارن الانتراكشنز اللي طلع مع الانتراكشنز اللي هي السابقة اللي هي دي، ونعمل نعمل دوكينج مرة تالتة ونقارن التلاتة. دي حاجة كويسة بتبقى سبورت كويس لو بعيدنا شوية عن شغل العملي. نتكلم على بعض الأبحاث الببلشت في الجزئية اللي بندرسها أو بنطبقها في الفيديو اللي هي البلايند دوكينج. فاجمين دي البلايند دوكينج نوفل بروتين بايندينج بريدكشن بروتوكول. في البحث ده بيتم اختيار كذا سايت هو عمل دوكينج زي ما قلنا في الفيديو، وبيتم مقارنة السايتس من ناحية البيست سكور فانكشن أو البوتنت دوكت. وفي الحالة دي بيبقى جزء كده في البيبر سبورت كويس. ننزل كده في البيبر، هي منشورة جماعة 2022، يعني هي حاليا قريب. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics، المجلة كويسة، مجلة impact بتاعها كبير. ننزل كده في نبص على الميثودولوجي، ده البروتين وحسب الجريد بوكس تم إنشاؤه في كذا سايت، بس البرنامج مش هو نفس البرنامج اللي اشتغلنا عليه. ننزل في الميثودولوجي، هو حصل إن البروتين داتا سيت تم اختيارها بعد الانترودكشن كده على كل نوع من انواع البروتين اللي تم اختياره من الليتريتشر طبعا. الداتا سيت بريباريشن، البروجرام هنا موديلر مش اوتودوك، هو نفس الفكره. طبعا الدوكينج بروتوكول او الطريقه الخاصه بالدوكينج هنا بلايند دوكينج زي ما قلنا. لو حضراتكم تقروا في البيبر البلايند دوكينج بروتوكول اللي اتكلمنا عنه جزء معين، ان شاء الله تستفيدوا من البيبر دي. في بيبر تانية خاصة بال الكمبيوتيشنال اناليسيس اند دوكينج موديوليشن او دوكينج ستادي لبعض الليجنز في سارس كوفيد 2. ده انا شاركت فيه في الشغل بتاعه خاص بأوتودوك طبعا. المجلة كويسة جماعة، بي ام سي، مجلة بي ام سي كيمستري سنة 2022 برضو. في جي اف تي طبعا كالكوليشنز، وندخل على الرسالة الخاصة بال دوكينج. هو اكيد دي اف تي مع دوكينج مهم قوي كسبورت للبيبر، وفي نفس الوقت بتبقى الجزء الخاص بالنظري مش معتمد بس على الدوكينج، لا ده احنا المفروض عاملين له دي اف تي كالكوليشنز بتاع. والتدعيم دي اف تي بيكمن في الالكترونيك ستراكشر بتاع او الانفستيجيشن بتاعت الستراكشر نفسه. احنا بندرس الخواص الالكترونيه. احنا عملنا اشتغلنا على خمس، تم الشغل على خمس مركبات. وبدأنا نقارن ما بين الخمس مركبات، بدأنا نقارن
في الشغل النظري بتاعنا ما بين الخمس مركبات في الريزلتس اللي ناتجه، وعرفنا اكيد احسن او البيست دوكس بوز الخاص بمركب او ستراكشر معين او ليجن معين بدون شغل عملي بدون اكسبيرمنتال وارك في البيبر دي. فده كله كومبيتيشنال انفستيجيشن. حتى كمان البيبر بتتكلم عن السبكتروسكوبيك كومبيتيشن، مش ما فيش اي شغل عملي في الموضوع. سبكتروسكوبيك ديتيلز اون ذا مليكولر ستراكشر اوف بيرميدنيسيون هيتيروسايكليك كومباوندز كومبيتيشنال and viral activity. And viral activity معتمد على الدوكينج اونلي، بس ما فيش اي شغل عمل في الدراسة دي. لكن الكومبيتيشنال هنا قامت على دوكينج الخمسة ليجند ليهم نفس البيرنت ستراكشر و مع تو بروتين، مع تو بروتين كودز، تمام، مع تو تايبس اوف بروتين كودز. ففي الحالة دي الشغل كان اتراكتيف لحد ما، وكان الشغل للناس اللي دارسة كويس الموضوع ده بقى سهل وبسيط، بنقدر من خلاله ننجز المهمة في اسرع وقت. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله يعني اذا امكن هنعمل فيديوهات تاني، بس نقطة تانية يعني غير نقطة البلايند في نقاط اخرى ممكن نستكشفها مع بعض. فبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله، ونتواصل باذن الله في فيديوهات اخرى. و good luck.